2012 تاهو. 2012 مو بدبل ترى عادي. طيب. كم تشترونه؟ نزل فيه بنزين. بس صوت هذا كيف؟ الحين نزل فيه بنزين يختفي نهائيا. دوس دوس عندنا اثنين، خليك عندنا اثنين. خليك داعس لا يختفي الصوت. بدأ يختفي. فالحين ما في صوت لك، هذا يدل على طرمبة الزيت ضعيفة. واضح نعم طرمبة هذه. خلاص يلا خلينا نجيب القطعة. التاهو 2012، فكينا الصدر والكرتير، طلعنا طرمبة هذه. ما شاء الله اليوم اللي عندي التاهو واليوكن كلها طرمبات البلد، لكن الرجال هذا شوي يتأخر في الزيت. هذه صيد الكام. الحين راح الرجال يجيب لها قطع الغيار لين ننظف الكرتير وصدر ان شاء الله، ونبدأ نركب. الزيت أخر، يقول يغير على 10,000. الزيت على 10,000 غلط يا شباب، 10,000 كثير مرة. 10,000 هذا يقول ماشي عليه، باقي فيه 20%. والله يفكينا أسود مرة. التاهو 2012، هذه طرمبة الميلينج، وجه الصدر، وجه الكرتير، وجه طرمبة المويا، وجه قاعدة السيفون، وشحاطة صاجة الكام، وصوت الصدر. يلا ركب عبازي، تركب يلا. بسم الله. ها وهذا السيفون، وهذا الزيت، والموية، والآن ركب إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله، تاهو يا تاهو. هذا التاهو 2012 راكب طرمبة الزيت ميلينج والشحاطة وصاجة الكام، جاهز. الحين شلون ركب الصدر والكرتير وخالصين ان شاء الله. التاهو 2012 اللي ركبنا طرمبة الزيت ميلينج بارد، والحين بنشغل ان شاء الله. هذا الزيت طبعا عنده برضو حساس الزيت خربان، احيانا يطيح الامبير. ما شاء الله جاهز، الخلي شغال عشان نشيكها عن الموية ونعير الزيت. والله استعلي، شوف هذا الموتر بارد. طبعا هذا اللي كان طلع صوت، كان طلع صوت اذا وقف ويدوش بنزين يختفي الصوت. الحين ان شاء الله مين يفهمه. ان شاء الله انه يجي 100%، ما في اي ملاحظة. حتى يجلس شغال الحين ساعة ساعتين ما يطلع صوت ابدا. ما شاء الله تبارك الله،
التاهو 2012 هذا ضغط الزيت وسير حارة. الله يبارك له. وهذه الماكينة شغالة 100% ولا صوت ولا شيء ما شاء الله.